السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسن من سونيك سمارت سوليوشن، الوكيل الحصري لسنوف. والنهاردة بإذن الله معانا منتجين جداد من سنوف، TH10 وTH16، وحساسين اللي بيقدروا نوصلهم عليهم. هنبدأ الفرق ما بين TH10 وTH16، إن TH10 10 أمبير، واضح من الاسم، TH10 وTH16 16 امبير. يبقى احنا هنا الاحمال اللي موجوده بنقدر نشتغل لحد 10 امبير نتحمل، عندنا احمال اكبر بنشتغل على TH16. يبقى المنتجين في نفس طرق التشغيل واحد، الابلكيشن طريقه التشغيل. هنفتح عندنا المنتج مع بعض. بتيجي معاه شهاده الضمان، بيجي معاه الكتالوج، طريقة التوصيل بالتفصيل، المنتج. تمام، بنفتح المنتج، في مسمار عشان تبان الدنيا عندنا في طريقة التشغيل. المنتج عندنا بنقدر نتحكم فيه في إغلاق وفتح لحد من 10 امبير ل 16 امبير على حسب المنتج، وبنقدر من خلال الفتحه دي بنشتغل عليها، بنحط حساس حراره او حراره ورطوبه هيومانيتي. تمام، المنتج سبورت جوجل اسيست وسبورت امازون اليكسا وسبورت اف تريبل تي، نقدر نشتغل عليهم بشكل مباشر او نشتغل عن طريق برنامج eWeLink اللي احنا متعودين عليه. طريقة التوصيل سهلة جدا. معنا الحساسات، نفتحها برضو. معنا الحساس الأولاني، ده حساس حرارة ضد المية. تمام، يعني نقدر نحطه في أي مكان وما نخافش منه إذا كان فيه وجود رطوبة عالية أو مية. تمام، الحساس الثاني حساس بيقيس الحرارة وبيقيس الرطوبة. تمام، ومش ضد المية، ده بنستعمله في الغرف عندنا عشان نقدر نقيس في مستوى الحرارة اللي موجود في المكان ونسبة الرطوبة، وبالتالي بنقدر نحدد طرق تشغيل التكييفات أو إذا كان في دفايات موجودة عندنا بشكل مباشر من عن طريقه. طريقة التوصيل سهلة، ممكن تظهر عندكم في الصورة دلوقتي كده. بنوصل الحساس، عشان نشغله هنمشي الخطوات اللي احنا متعودين عليها دايما مع منتجات سنوف eWeLink. طريقة التوصيل، هنوصل طرف من اطراف الكهرباء في الانبوت، طرف تاني في النايترون. معانا السورس الموجود معانا النهارده لمبه، هتاخد طرف اوتبوت الخارج، وتاخد طرف نايترون، تم توصيل المنتج عندنا دلوقتي. المنتج حاليا جاهز للتشغيل بدون ابلكيشن من عن طريق البريس اللي موجود. اقدر افتح واشتغل. نرجع بقى طريقه نزول البرنامج، هنفتح برنامج eWeLink، حرف الزائد اسفل الشاشه هندوس عليه عشان نعمل اضافه، هندوس نيكست التالي، اسم الشبكه اللي احنا شغالين عليها نفس الشبكه اللي موجود في المكان، وهنعمل الباسورد الخاصه بيها. وهندوس نيكست. بعد ما ندوس على مفتاح الباور لمدة من 5 لـ 7 ثواني،
اتكتب عندنا found second generation device، يبقى هو كده شاف الديفايس عندي، بيبتدي يعمل له اضافه. اسم الديفايس عندنا نقدر نسميه باي لغه، عربي او انجليش، في حالتنا هنسميه TH16. تمام، المنتج عندنا حاليا اتضاف ونقدر نشتغل. زي ما ظهر عندكم في الشاشه فوق العلامه الحمراء بتوضح ان في فيرموير ممكن نعمل له ابديت. لو دخلنا فوق على اليمين على سيتنج هنلاقي ان احنا ممكن نحدث السوفت وير اللي موجود عندنا. تمام، تمام، الفيرموير حاليا تحدث واخر فيرجن نزل على الديفايس. المميزات اللي عندنا زي ما تعودنا عليها شبه ثابتة، بنقدر نشير المنتج من عن طريق شير، بنكتب فقط الايميل او رقم التليفون اللي متسجل عليه، بنقدر نعمل جدول بالتاريخ والساعة امتى المنتج يشتغل، بنقدر نعمل تايمر خلال نص ساعة او ساعة او ربع ساعة الرقم اللي احنا عايزينه، ونقدر نطفي بالمنتج، بنقدر نضيف له لوب ان هو يشتغل ويطفي بشكل متعدد، كل نص ساعة يشتغل فافترض ساعة ويطفي تاني وهكذا. في طبعا الاوبشن الرئيسي عندنا، اول ما ركبنا السنسور ظهر عندنا درجة الحرارة ودرجة الرطوبة في المكان. تمام، 20 درجة سليزيوس و 68 في الهرايت، وبالتالي احنا عرفنا درجة الحرارة ونقدر نطفي المنتج ونشغله بكل سهولة. وطبعا المنتج عندنا زي ما قلنا بيقدر يشتغل مع جوجل بلاي، وبيشتغل مع امازون ايكو، يبقى نقدر نشتغل عليه بالاوامر الصوتيه. نفس المواصفه اللي موجوده في TH16 هي اللي موجوده في TH10. لو شلنا السنسور الخاص بالرطوبه والحراره وركبنا سنسور الحراره فقط، هنقدر نتحكم او نشوف الحراره فقط لا غير. بيعمل ابديت طبعا ان كان في سنسور تاني. حاليا ظهر درجه الحراره اللي هي 18 سليزيوس او 64، ده في الجزء الخاص بسنسور الحراره. وطبعا مجرد ما مسكت السنسور في ايدي ابتدت درجه الحراره تتغير زي ما انتم شايفين عندنا. الحساس سريع جدا في الاستجابه. ده كده المنتج عندنا كامل TH16. لو في استفسارات يا ريت نسيب كومنت وهنرجع نرد عليكم في اقرب وقت ان شاء الله. شكرا، السلام عليكم. كان معكم حسن من سونيك سمارت سوليوشن.